ترميم والمحافظة على المواقع الأثرية والأنسجة العمرانية العتيقة، ثم أخيرا محور الحكامة. إذن في البداية أقدم شكري لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجامعة عبد الملك السعدي على انخراطهما في هذا الورش الذي آمل أن يصبح واقعا ملموسا يمكن أن يستشعره كل المتدخلين داخل هذا الحقل الثقافي. لذلك نبدأ بمحور ثم ننتقل إلى المحور الأول، ثم بعد ذلك ننتقل إلى محاور أخرى حتى نكون نوعا ما يعني عقلانيين في تدبير هذا اللقاء. إذن لنبدأ بمحور البنيات الثقافية على أساس أن المداخلات يعني أن تكون مركزة وأن تكون يعني بعيدة عن الخطاب الذي نحن نعرفه جميعا، وأنا أنتمي إلى هذا الإقليم وأعرف يعني الانتظارات وأيضا المشاكل إلى غير ذلك. أن تكون المداخلات مركزة ودقيقة فيما يتعلق بالمقترحات ربحا بالوقت. الأستاذ أمام الربع، الأستاذ أنا عندي رجل الثقافية ما تعطت لا طنجة لا تطوان، تعطت العريش. كيفاش نتمنوا هاد القصة ديال السياحة الثقافية وكيفاش نستافدوا منها؟ يعني اليوم ولات الثقافه في العريش ما مربوطاش غير بالفعل الثقافي، راه ولات رافعه اساسيه في التنميه ديال الاقليم، في الحركه الاقتصاديه الاجتماعيه على كل المستويات. دونك الله يخليكم استحضروا هذه مهمه والمقترحات اللي ممكن نهزوا فيها الافضل نحطوها في البدائل. تفقد البنايات ويكون عندنا واحد الشريط سياحي. احنا مدينه قصر كبير، هذه المدينه الضاربه عروقها في التاريخ، كذلك لدينا معركة واد المخازن، لدينا خصنا نكون عندنا واحد شريط سياحي نهد المعلمة ونهد الحدث التاريخي له من المعالي ما لا يقاس. كذلك لدينا صور الموحدين، صور الموحدين هاد المعلمة التاريخية وهاد الصور خص تصميم. يعني احنا مثلا كنقولوا في عمل الجماعة وعمل الجهة خصنا نترافعوا، حنا هذه النقط خصها تكون نقط أساسية لأنها كتصب في البنية التحتية. ولدينا نقطة أساسية هي الذاكرة التعليمية. نعطيو مثال ديال بنو خلدون، مؤسسة بنو خلدون الحمد لله صلحت في واحد الرونق جميل اللي ولات الهيبة ديالها. لدينا أساتذة اللي تقلدوا مناصب كبيرة، خصنا نعيدوا الذاكرة التعليمية لهذه المؤسسة التي تأسست سنة 1932. سلام عليكم. الصناعة الثقافية باش بغيت تكون ثقافية. ثاني حاجة، واحد المشروع كان درتو المكتب السابق ديال الجهة وكان دور خصو يستمر، هو ديال لا كوميسيون دو فيلم، يعني لجنة الفيلم. هو كيفاش المغرب كيعرف واحد الدينامية كبيرة في الإنتاج السينمائي، كيفاش الجهة تشجع الناس يجيو للمنطقة ديال الشمال يصوروا فيها، كتوفر لهم إمكانيات بسيطة جدا، أوتيل بواحد الإمكانيات بسيطة. وهذه التجربة راه كاينة في ورزازات وكاينة في مجموعة من الجهات المغرب، خاصها تدار في منطقة الشمال. كيفاش نجروا باش تولي عندنا تمثيلية؟ حنا دابا كنقولوا التلفزة عبر الهضرة ديال الداخلية وهذا، وحنا ما كاينش. باش نوليو عندنا تمثيلية في القنوات الوطنية خصنا الجهة تساهم. بغيتي تصور اودي، بغيتي تصور في العريش، في القصر، في تطوان، هذا غنعطيوك واحد شي صوم صغيره نشجعوك باش تجي لنا. شكرا. بلدي العريش، مجلس بلدي القصر، والناس المعنيين الفنيين والخبراء والمثقفين باش يجيبوا لنا المعالم التاريخيه والمعطيات السياحيه اللي خاصها تدرج ضمن المخطط ديال 6 سنين داخل الجهه. وبدون هذه الحلقه الثانيه غتكون هذه الحلقة ديمقراطية مزيانة ولكن غتبقى ابسطخي شوية عامة، إذا كيخص التدقيق فيها أكثر، وهذه هي التوصية اللي عندي مهمة بزاف هي هذه. اللغة الأمازيغية غادي تكون لجانب اللغة العربية اللي تقرر في المدارس، ولكن اللي كنشوف لنا بدون أي دولة أي حاجة، بدون هويات، بدون ثقافات،
الله ما يمشي فيه، وبدون تاريخ يرجع اللور الله ما يمشي فيه. مقترح الاستاذ لانه هو مقترح الدعم المهرجان، لان حنا كنديروا المهرجان ما كاينش شي واحد، لان المهرجان كيخرج لنا راه العريش كيعرفوا المهرجان ديال جمعيه الفاس السني سرحل، وحنا الدعوة حتى واحد ما اش نقول لك، لان كيجيو الناس من هولندا جمعيه كجمعيه مرحبا، كيجيو من بلجيكا، كيجيو فهمتي، لان كيكون واحد كتسير في السياحه واحد. اتحدث ككل لا يرقى الى تعامل اقليم بحال شفشاون مع الموروث الحضاري والتراثي في الاقليم. هنا في شق معين على مستوى المآثر التاريخيه هي متواجده بكثره في القصر الكبير والعرائش، ويعني تقريبا كل الحاضرين لهم درايه بهذا الجانب. وهنا المطلب الاساسي وتوصيه ضروره اعطاء العنايه اللازمه في هذا الجانب بالتنسيق مع الخبراء والمهتمين في هذا المجال. على المستوى الاخير وهو الحكامه، الحكامه كمدخل اساسي للتدبير لا بد من اعتماد نهج الحكامه، خصوصا نعلم جيدا ان الميزانيه المخصصه لقطاع الثقافه وطنيا هي ميزانيه ضعيفه، وبالتالي امام الميزانيه الضعيفه المرصوده لا بد من اعتماد امثل لنهج الحكامه. لا يعقل ان تخصص مبالغ كبيره لجمعيات لا تربطها بالثقافه الا الخير والاحسان، وان يشرف على تدبير التراث والاشتغال في مجال التراث اناس غرباء عن المجال. هذا هو كلامي. يعني محور اسوات والتطورات بشكل تشاركي، اذا هنا غادي نجاوب على مساله الحكامه. يعني مساله الحكامه يعني خاص يعني الاليه التشاركيه تكون وارده مع الفاعل الثقافي والفني والمنتج الثقافي والصانع الثقافي والاقتصادي الثقافي الى اخره. يعني تكون هنايا شويه ديال الحكم يعني المقاربه التشاركيه. كاين مستوى ثاني هو كنهضروا ملي كنهضروا على الاقليم العريش كنهضروا على القصر والعريش، يعني كنهضروا على مدينتين الوقت اللي كاينه 17 جامعه قرويه يعني محرومه من الثقافه. يعني هذه المساله خصنا ناخذوها بعين الاعتبار، على اعتبار بحال اللي قالوا الاخوان اللي سبقوني ان الثقافه ماشي ترف، والثقافه ولا واحد احتياج، وبالتالي هو حق من حقوق الانسان بشكل عام. الانسان محتاج للفن، محتاج للموسيقى، محتاج للمسرح، محتاج. وهنا في هذا الاطار كنقول انا يمكن نديروا مركبات ثقافيه كبرى وتبقى فارغه بحال اللي قال الشريف طريبه، او ما عندهاش فونكسيونمون، ما عندهاش ميزانيه فونكسيونمون. يمكن نتجهوا للسوسيو ثقافي. دابا انا كنهضر مع الجهه، لانها الجهه الى حد ما عندها شويه الامكانيات وعندها تصور يعني متكامل، اذا بغينا نقولوا على التنميه وتطلعوا حقوق دستوريه بتنميه الجهه. يعني هذه المساله اللي كتبان لي انا اساسيه، ان نمشي نديروا، لان الجهل ولا بزاف، لان حيت ما كاينش الثقافه، واخا نعدلوا الطريق ونعدلوا الضوء ونعدلوا كذا، كاين الجهل وكاين العنف وكاين التطرف بمختلف الاشكال ديالو. راه الا ما كانش الثقافه وداك الشيء اللي كتنمي الشخصيه ديال هاد الشباب ديال كذا، راه ما يمكنش. مؤخرا زرنا المسؤول الجهوي ديال سيتي فرونسي في الجامعه، قالنا حنا خرجنا من ذاك الرؤيه ديال يعني فرنسا، خرجنا من ذاك الرؤيه ديال بني دور الاوبرا وكذا، حنا رجعنا من ذاك الرؤيه التصورات القديمه ديال دور الشباب والانشطه مع الشباب والطفوله، ونعلموهم الرأس ونعلموهم السينما ونعلموهم. هنا خصنا نركزوا على هذه المساله. وبالتالي كنحيي الاخوه اللي عندنا عتيقه ومتميزتين، وعندنا موقع اثري باقي فيرش، يعني باقي هذا. وتوصيه اساسيه خصنا نركزوا عليها هو الا بغينا ننميو السياحه الثقافيه، انا كنهضر مع السي رفيق، خصنا تمثيليه اداريه ديال وزاره السياحه. الاقليم ما فيهش تمثيليه ميزانيه ديال وزاره السياحه، باش يعني الا بغينا ننزلوا البرامج سواء الجهه سواء الجماعه القصر الكبير او العرايش او جماعه القرويه اللي ما خصهاش تستثنى من هذا الشيء، هذا خاص تمثيليه اداريه. وسمحوا لي شكرا. نطالب كذلك بتجويد السياحة الثقافية التي تعد من أهم ركائز رافعة للتنمية بالإقليم، دعم المهرجان الثقافي اللي سبقوني وتحدوا عليها بعض الإخوان كمهرجان عبد السلام عامر. علاش لا أن نشجعوا
انه خلق مقاهي ثقافيه لخلق امسيات ثقافيه تغذي الروح والفكر كذلك لسد الباب لسد واغلاق باب التطرف واغلاق ما نشاهده الان لصراحه يدمي القلب. وشكرا. القصراوي في ملتقى وجهاوي يتمحور حول الثقافه والتراث والمهرجانات الثقافيه والترفيهيه ولجعل السياحه رافدا مهما لمدينه القصر الكبير. ومن اجل ذلك نريد المحافظه على الدار المقيم العام بالمعسكر القديم اي دار الباشا قديما لكي ننشئ بها متحفا للتراث الذي يرمز لتاريخ مدينة القصر الكبير العريقة بكل أمجاده. والسلام عليكم. الشباب وحيدة بالإقليم وعاد مؤخرا عاد تم بناء الثانية وعدنا الساكنة ديال 200 ألف نسمة. فلهذا كنطلب أنا يعني يجب ذاك إعطاء الأولية ديال البناء البنية التحتية في إطار دور الشباب لأن تقريب دور الشباب إلى المجالات الحضارية. لأن كل الأحياء يجب أن تكون لها دور الشباب لكي تنشط من الأطفال والشباب وغير ذلك. كاين بالنسبة للمآثر التاريخية يجب وضع واحد المسار تاريخي بالنسبة للإقليم لأن كنعرفوا بأن الإقليم كيزخر بمآثر تاريخية اللي هي مهمة لا على مستوى البنية العرائش ولا القصر الكاريبي ولا كذلك بالنسبة للجامعات القروية وكنذكروا مزورة كما كان اللي هو يعني معروف غير المستوى الوطني اللي خصنا يكون عندنا واحد المسار ديال الاقليم ديال الثقافه يعني سياحي يعني ملي كيجي عندنا السائح خصنا يعرف الاماكن اللي يمكن يزورها ثقافيا. كذلك خصنا بالنسبه للمواقع الالكترونيه السياحيه خاص بالنسبه للاقليم لا مدينه عارف ولا قصر كبير او للجماعات ان خلق مواقع الكترونيه تعريفيه سياحيا بالاقليم لان دابا حاليا ما بقاش يعني المجال ان الانسان مثلا ما يجي يزور الاقليم العرايش خصو يدخل يشوف البوابات لا ديال الجامعات خصها تكون اي جامعه عندها بوابه بما ان عندها بوابه الكترونيه خصها تكون واضعه فيها واحد الموقع خاص للزيارات المواقع التاريخيه والمسارات السياحيه ديال المدن لا العرايش وخاصه كذلك الجامعات القرويه. بالنسبه كذلك التشجيع المؤرخين الكتب على الدوات للحفاظ على الذاكرات ديال المدن لان خصهم تشجيعات الدعم لان كنعرفوا حنا دابا حاليا كاين مجموعه من المؤرخين اللي عندهم يعني زخم على مستوى ديال الذاكره الحفاظ على الذاكره ديال المدن يعني خصنا نشجعوهم ونعطيوهم انهم باش يحاولوا ان يخرجوا لنا ديك الكتب التاريخيه اللي كتعطي القيمه التاريخيه للمدن ديالنا. كذلك بالنسبه للعرايش غنهضر على المتاحف لان العريش كما كتعرفوا راه كتعرف ان ليكسوس كواحد المدينه اللي هي ضاربه في التاريخ منذ 4000 قرن وخصنا سنه فخصنا متحف ديالنا كنطالبوا باحداث متحف والارجاع بالتحف من مدينه القصر مدينه تطوان ومدينه الرباط. كذلك بناء متحف بحري لان العرائش كتعرف عندها المجال البحري كيلعب واحد الدور تاريخي في المدينه يعني خصنا بناء خصنا متحف بحري. بالنسبه للمجال الثقافي على مستوى المهرجانات بما اننا احنا مدينه العرائش وكذلك القصر الكبير كتنظم مجموعه من المهرجانات ولكن فين كاين الاشكاليه؟ الاشكاليه ديال الدعم وكنهضر انا على الدعم ديال الجهه وديال الاقليم وديال المجالس يعني باش يمكننا نرفعوا من القيمه والجوده ديال هذه المهرجانات خصنا الدعم المادي وعاده النظر ان خصنا على الاقل تكون واحد المراكز اللي هي شكرا استاذ سعيد. لحد الان ما عندنا شي باب مفتوح اللي غادي يمكننا ناخذوا منه الدعم. السنه الفارطه كنا بالشكر للمجلس البلدي اللي دعمنا بشي حاجه ديال هادي دابا هالسنه هادي باقين يا نعملوه يا ما نعملوه يعني والدعم كياخذوه في الدورات السابقه لان المجالس اللي هي دابا حاليا ما غادي نلوموهاش لان المجالس القديمه كانت كتعطي لباك صاحبي شي كيدي والجمعيات اللي ما كتعمل والو كتاخذ الدعم والجمعيات الجاده اللي كتعمل ما كتاخذش الدعم الدعم قليل وما نطولش الى زياده الانشطه اللامنهجيه في التعليم خاصه العمومي
وهذه الأنشطة هي التي تنمي مهارات وقدرات المتعلم لكي يصنع منه إنسانا مثقفا. Muy agradecido de estar en esta reunión. Yo, aunque sea español, soy hijo de Larache, de una familia muy antigua de Larache, y desde hace 14 años estamos haciendo un encuentro de arte contemporáneo en Sora, aquí está su alcalde, y puedo hablar desde la experiencia. Primero, sí. Habla y par. Si no, yo no puedo decir todo. إذن أولاً كنشكركم اللي عند التواجد ديالي هنا. أنا ولد العرايش وخالق العرايش من عائلة عريقة عريشية. هذه 14 عام وحنا كنديروا واحد المهرجان في المزور. والرئيس ديال المزورة حضر موقف وسجل سوق عليكم الجمهور. Que propone un encuentro de arte. El momento era negativo, es decir, el colonialismo es una cosa negativa, pero deja una riqueza, la riqueza de la convivencia, del idioma, del patrimonio, toda una serie de cosas que el encuentro también recoge. رغم اننا الاسبان يعني من لا كولونيزاسيون ولكن هذا لا كولونيزاسيون خلق اثر جيد اللي هو التعايش ما بين الاسبان والمغاربه واليهود كذلك. En ese sentido, bueno, este año haremos el festival en septiembre, del 17 al 23 de septiembre, en Sora y Larache, y desde esa experiencia voy a apoyar un poco lo que decía antes el compañero Tribac. Cada año nosotros nos encontramos que partimos de cero, tenemos que buscar toda la ayuda, porque los artistas comen, y los artistas pagan sus viajes y pagan su hotel y pagan. Entonces hay que tener conciencia de dar una estabilidad al apoyo a la producción de todos los proyectos que queremos que salgan adelante. Si no, los proyectos no pueden sobrevivir. Sobrevivirán unos años, la voluntad que de la gente hasta donde pueda, pero necesitan ese apoyo estable. يعني المهرجان ديالنا أولا المهرجان اللي كيديروا كاملين كيديروهم فنانة، وهاد الفنانة طبعا خصهم كيعيشوا خصهم المصروف ديالهم إلى غير ذلك، كنديروه باللي قدرنا، ولكن إلا ما كانش استقرار ديال المهرجان، هاد المهرجان الناس كتكافح عام عامين سنين ولكن المهرجان كدوب، باش هاد المهرجان تستقر خص يكون عندها واحد الاستقرار مادي. Voy a intentar acabar. Hay muchas cosas que decir. Bueno, en el proyecto, los valores del proyecto son la igualdad. En el proyecto de este año hay 12 hombres y 12 mujeres, exactamente lo mismo, de 8 nacionalidades distintas. Y bueno, pues espero que lo podáis apoyar. También tenemos una propuesta de hacer un memorial a las víctimas del estrecho de Gibraltar, es decir, una escultura en la que ponga de manifiesto nuestro sentimiento como larachenses de lo que pasa en ese campo. Bueno, muchas cosas más, muchas gracias. شكراً. إذن المهرجان اللي كنديرو هو مهرجان التعايش، غادي يشاركوا فيه تقريباً 12 ديال الرجال الفنانة و 12 ديال النساء، وفي هذا المهرجان غنديرو لا ميموريا يعني الذاكرة للناس الموتى اللي كيغرقوا في البحر الأبيض المتوسط، هما فنانة كيديرو السكولتورة وديك الشيء، غنديرو شي حاجة من هذا القبيل، وباقي فيه ما يهضرو. بعض الإخوان دخلوا في الأول تكلموا على الاغاني والخمر وهذا، فكانوا من الاحسن يتكلموا على انفسهم. استاذي ارجو ان تنتقل الى المداخله، نحن لا 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 نريد ان نسمع الجميع. لا 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 انا اتكلم لان انا عارف الكلام، انا اتكلم عن المهرجان الدولي للفنون والتراث. ما هي مقترحات؟ معي مقترحات. هو دعم المهرجان؟ لا اتكلم عن الدعم لان سئمنا من الكلام عن الدعم وعن هذا، فلهذا انا اقول عن المهرجان الدولي للثقافة والفنون يريد أن يكون في وقت من 25-30 يوليوز، ويكون الحمد لله لنا شرف برعاية ملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وشكرا لكم جميعا وشكرا. قنطرة نهر الهكسوس القديمة، هذيك واحد القنطرة اللي عندها واحد التراث تاريخي قديم، وكنتمنى يتم الترميم ديالها، لان يمكن الى زدنا واحد شويش ديال السنين غتطيح ديك القنطره والجيل اللي طالع ما غاديش يبقى يعرف غير يسمع عليها. الحاجه الثانيه، النقطه الثانيه اللي هي دور الشباب في احياء
مدينه العرائش، لان حنا عندنا دار شباب وحده، وملي مات المرحوم صحي صح واقيلا ما بقاتش، ما بقى كيستافد منها حتى واحد، ما بقاوش كيمشيو لا للجمعيات لا حتى شي حاجه. والعرائش محتاجه لدور الشباب لان ما كايناش دور الشباب. كنتمنى توجيه دعم كافه المبادرات التي تربط الممارسه الثقافيه والفنيه بالمقتضيات الجماليه والابداعيه للعمل الثقافي، وكنتمنوا خلق اشعاع ثقافي بالعالم القروي عبر خلق مراكز ثقافيه مثل دور الشباب. وشكرا. شكرا استاذ لبنى. انتقل مباشره الى الشاعر محمد عابد. تولي مكتب ديال الضبط الثقافي، يعني غير هذه الصورة اللي غير باش نبقاو يعني في باش نبقاو في الصلب ديال الهوية المجالية ديال الإقليم. يعني في الإقليم حنا عندنا جوج الحاجات الأساسية، عندنا البحر وعندنا الأرض، يعني عندنا الفلاحة. يعني والاشتغال اللي غادي يكون ثقافي هو في الحد الفاصل بينهما. يعني صور لو اقليم هذا الزخم وهذا ما عندوش واحد المهرجان ديال البحر، والبحر فيه كل الثقافات. هذا من جهه، من جهه اخرى انه الثقافه الا ما كانتش كتوجه، يعني كتوجه للفئات الهشه وتوجه لمقاربه النوع النساء وتوجه للاطفال، معناه هذه ثقافه يعني بائسه بصراحه، وثقافه ما عندهاش علاقه بالمستقبل. هذا باختصار يعني شديد يعني تصور يعني المساله الثقافيه في هذا الاقليم. وشكرا. الثقافه ديال القرى. ثانيا بالنسبه للمهرجانات، ندعموا المهرجانات في الشارع اللي هما بالبوبليك، ما كيخلص حتى كورده كيطلق بالساقه كيتسارى غادي في السوق كيشوف الثقافه، الثقافه تولي في الشارع، ونشجعوا الفنانه ديالنا والاطفال ديالنا والدراري ديالنا في المعهد الموسيقي، نشجعوهم يخرجوا للشارع. كنحيي بعدا المعهد الموسيقي اللي هذا العام خرج التظاهره ديالو ديال المعهد الموسيقي خرج للشارع، خصنا نتقربوا من عباد الله. خرجوا انا رجع الاقتراحات، كنقترح بالنسبه لليكسوس، عيب وعار نطلعوا لليكسوس نجبروا الغابه ديال الشجر. اول حاجه خصها دير لنا الجهه تعاون مع دار الثقافه، ما تبقى حتى شجره حتى الطب ديال الشجره، يبقاو البنايات المحترمه ديال التاريخيه، عيب وعيب كبير. نقطة ثانية، يدار كرنفال خاص بالنكسوس، جوج حلول، إما يخرج من نكسوس يهبط لمدينة العرايش بالباص الرومان والفورس ديالو، إما يهبط على الواد، يخرج من نكسوس يهبط عن كرنفال من الواد حتى راس رمل ويكون كرنفال ديال نكسوس. ديال نكسوس هاد الميزة جوج الموزيات، واحد ديال الاثارات ديال العرايش اللي هي في تطوان وفي الرباط مع فينيا ترجع للعرايش، واحد الميوزي ديال كيفاش كانوا كيعيشوا هاد الناس الرومان في العرايش، نشوفوهم بالعينين ديالنا لابسين الحوايج ديالهم كيديروا الخدمه ديالهم، داكشي كيدار بالشماعيل. غير دايما انتم الناس في الجهه كتفهموا بهذا الشيء وعندكم فلوس لهذا الشيء، ديروا لنا هذا الشيء الله يرحم الوالدين. كاينه قضيه واحده اخرى، الرابط ما بين العرايش والبلايه، لا ما تقدروش يديروا القدره، غنديروا واحد الباسيو ماريتيمو، ماشي الباسيو اللي داروا لنا في البلايا فيها 4 مترو وماشي البرانديو، غنديروا باسيو ماريتيمو، غادي يخرج من باكو اتلانتيكو وغادي يهبط على المارسا وعنبقاو غادي على الملالح وعنلحقوا الليكسوس وعنمشيو حتى البلايا على الجنة، يمشي المرأة والراجل والعيل الصغير ماشي في الطريق في الكاراتيرا. يعني باسيرو معدل المحترم بالضوء ديالو المسك، وخلال هذا الباسيرو ماريتيمو كاينه قهوه في كيجلسوا الناس، كاينه المسائل غير بدلك. وشكرا. الاشياء اللي هي موجوده في المتاحف تقدر دير في الشارع في الارض، وكيهزوها لي زارتيس كندعموهم يعملوا لي زاتوليي ديالهم، كيجوا كيخدموا كيولي كاينه المنتوج ديالهم معمول. بحال مثلا السيده قد تقلت على البلوك الثلاثه او الواد المخازين، ما عندنا حتى شي معلمه وخبر الريف شي حي شي ساحه عملوها في القصار ولا في العريش كتكلم على الحرب ديال اللي دازت، او لا الحرب الجهاد البحري، او الساعه اللي جراو على العريشيين عطاوها الاسبانيول خرجوا البلاك حلا، او بكوبيراسيون مع الثقافه مع
التراث والتاريخ اللي عندهم لي اركيوغ مع حتى اساسيده ديال التاريخ. كيفاش هاد الناس يمكن يخرجوا هاد الاشياء هاد التاريخ ديالهم يكون في الشارع بحال اخر قال التراث البحري؟ علاش ما عندهمش الجليش فيها الكنغريخو فيها الشرغو فيها الكامبا؟ في الجليش كيمشيو الدراري، الدري الصغير كيعرف عليه ان هادي كامبا. صافي اشكرك كثيرا. الجهه او الجهات الاخرى اللي فك الضغط اللي على المعهد الوحيد اللي كيقدر يستوعب 40 كرسي في المعهد في جميع التخصصات ديزاين ديكور في الصباغه في الجرافيك، ولهذا كتضيع لنا مجموعه ديال الطاقات الابداعيه سواء بالجهه او بما هو محلي بالاقليم اللي ما كتقدرش تحصل على كرسي ديالها في ديك المعهد. ولهذا كنقترحوا على اساس احداث معاهد اخرى بالمغرب اللي يكون